تجامير مارا العقة، والذي يأتي بتصميم عمراني مغربي موقعا متميزا في قلب مدينة الفجيرة. يضم الفندق 321 غرفة فاخرة، ويقع على الساحل الشرقي للدولة، وتحديدا على شاطئ البحر، وله شاطئ خاص طوله 200 متر. تشكل جبال الحجارة المذهلة خلفية رائعة الجمال لهذا الفندق، وقد صمم بأسلوب شاعري ومنخفض على الطراز الهندسي والمعماري العربي. في الجزء الرئيسي لهذا الفندق يحتل حمام السباحة مكانه المدهش، وحول حمام السباحة هناك الكثير من الوسائد الشمسية والمظلات. يضم ميريمار العقة عدداً كبيراً من المقاهي والمطاعم الراقية، والتي تقدم أنواعاً كثيرة من الأطعمة والمشروبات، ويوفر الفندق رحلاتاً مجانية بالحافلات بين الفجيرة ودبي. يشكل المنتجع مكاناً مثالياً لقضاء عطلة مثالية هادئة، ويقدم خدمات الغرف على مدار 24 ساعة وغيرها الكثير. هذا ويعد فندق ومنتجع ميرامار العقة جزءاً من مجموعة إبروتيل، والتي تدير أيضاً العديد من الفنادق على مستوى العالم.